القرآن والله الذي لا إله غيره، لأننا نعطيه من الأربع وعشرين ساعة الليل والنهار 20 ساعة للقرآن فقط، والله ما هي كثيرة على القرآن 20 ساعة قرآن يكفي خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال صلى الله عليه وسلم تمتنال الخيرية، يكفي القرآن يأتي يوم القيامة شفيع لأصحابه، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيع لأصحابه، في البخاري ومسلم. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، إن لله أهلين. قالوا من يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، الماهر بالقرآن مع صفحة الكرام البرة الذي يقرأ القرآن، ها ماهر بالقرآن مع السفر مع الملائكة، والذي يقرأ القرآن تتعطى فيه وعليه شاق له أجران، درجات عليا. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. خامل يكفي خمسة، في أشياء كثيرة طبعا، خمسة دولة الدنيا بما فيها ومن عليها من نطعات سحاب وعقارات ومسابح ومزارع وملاهي وكل ما فيها، والله ما تساوي مثقال ذرة من خصلة واحدة، من مرتبة واحدة من هذه المراتب الخمسة. ماذا تريد أنت؟ ماذا تنتظر؟ تنتظر الدنيا واللعب. أنا اليوم أقرأ في ابن كثير تفسير، أنا أنصحكم هذا القرآن لازم تقرأ التفسير، لازم تقرأ شيء في اللغة، اقرأ التفسير ابن كثير. عند قوله تعالى يقول يا ليتني قدمت الحياة، ابن كثير مصباح المنير للشيخ المبارك فوري صفي الدين المبارك فوري، جاء جماعة من العلماء الأمة مهزمة، اقرأ فيها في هذه الكلمة لما يقول سبحان الله يوم القيامة يقول يا ليتني قدمت الحياة، يقول عن محمد بن عمير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول لو أن رجل ما في واحد، الكافر بيندم على كفره يوم القيامة، العاصي يندم على عصيانه، المطيع يندم، يقول يا ليتني قضيت عمري كله في طاعة الله. من يوم القيامة لما يعاين الفريقين، ده يعاين النار والعذاب والأهوال، وده يعاين الجنة والمراتب والمنازل في الجنة.